بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. فيديو جديد على قناة بي كي بروجرامر. اوكي، عندنا بارالل ريجون. طيب، تعلمنا لما نعرف اي متغير خارج هذا البارالل ريجون، لنفرض انتجر x equal 5، هذا المتغير راح يسمى ب shared. اوكي، يعني كل الثريد راح تكون لها نفس القيمة، او بالاحرى الثريد 0 والثريد 1 والثريد 2 والثريد 3 وكم عدد الثريدز اللي عندي، كلها في الذاكرة. يعني عندي ذاكرة معينة لكل متغير، نفرض x، لها نفس الادرس، يعني كلها راح اشوفها نفس العنوان، عنوان واحد في الذاكرة x. فأي تغيير راح يصير راح يغير على هذه القيمة، لأن هو متغير واحد إلى أدرس واحد في الذاكرة. لو قمت بتعريف x بهذه المنطقة، فهنا اللي راح يصير بكل بساطة أنه x راح يكون عندي يعتبر private. بما أنه private، فمعناها أنه لكل thread لها x خاصة بيها، لها عنوان ذاكرة مختلف. جيد، هنا أيضا thread 1 كل واحدة لها x خاصة بيها في مكان ما في الذاكرة، طبعا أكيد غير متسلسلات لأن كل واحد خاص بالريجن الخاص به كثريد. أوكي، إذا يجب أن أنتبه إلى هذا الأمر. طيب، هذا الكلام درسناه مسبقا، ما الفائدة من الحديث عنه الآن؟ المشكلة اللي كانت تواجهنا لو كانت أنا معرفة بهذا الشكل، خلينا نحذف ما موجود، x تساوي 0، وثم أردت تحول ال x إلى private داخل ال parallel region. لما نجي نقول هاش pragma omp parallel وأذكر private x. طيب، أنا المفروض الآن حولت x، كانت عندي متغير واحد اسمه x وكانت قيمته 0. لما سويت اني هذه الخطوة كأنما انشأت 4 اكسات جديدة او 8 اكسات جديدة او 2 اكس جديد او 20 اكس جديدة، يعني كأنما انشأت عدد من المتغيرات اللي اسمها x بقدر عدد الثريد اللي عندي. يعني هذه x خاصة بثريد 0 و x خاصة بالثريد 1 و x خاصة بالثريد 2 و x خاصة بالثريد 3. المشكلة اللي راح أواجهها أنه هذه الأكس ما بيها قيمة لما أنشأت، كأنما أنشأت أكس متغير جديدة. هذه مشكلة. حل هذه المشكلة بكل بساطة هي first. لما أنا أجيب وأضيف أو أستخدم الكلاوز اللي اسمه first private، فأنا هنا تلقائيا راح أخذ القيمة الموجودة هنا بالأكس وأوزعها لكل النسخ البرايفت اللي عندي. بهذا الشكل. طيب، اذا فائدة الفيرست برايفت انه هي تاخذ كوبي من النسخة الموجودة اوتسايد البارالل ريجون وتسوي لها باست كأنما او نسخة منها بالانسايد البارالل ريجن بالمتغير اللي قلنا عليه first private. اوكي، الان ننتقل الى تجريب هذا الكلام. عندي متغير الان x قيمته 5، ما محدد اي شيء، معرفة بالخارج، اذا هو shared. لو اقوم الان بطباعة هذه القيمة داخل البارالل ريجن، كل ثريد 0 طبع لي 5، الاكس الخاصة بي ثريد 3 5، ثريد 1 5، ثريد 2 5. اوكي، خلينا نقول هاش براغما او ام بي ماستر. الماستر كونستراكت وظيفته انه يؤدي لي مهمة فقط بالثريد النمبر 0 او الماستر ثريد، واجي اقول للاكس تساوي لي 7 بهذا الشكل. كومبايل رن. لاحظ اللي صار انه واحد من الثريدز
بس تغيرت بثريد اخرى هذه القيمه. لاحظ لان صار عندي ريس كونديشن دني طبع عنها قبل ما تتغير. لو انفذ مره اخرى شوف تنفذها هاي مره اخرى كلهن تغيرن في كل مره شكل. المهم يعني القيمه مشتركه وحتسبب لي مشاكل. طيب لو اجي على نفس هذا الاكس واقول لها private اكس، هنا تلقائيا راح يصير عندي قيم اكس جديدة، متغيرات اكس جديدة وين في داخل هذه ال parallel region. لكن انا بحاجة الى اعطائها انه كل مرة اقول له اكس تساوي 2. شوف الان راح انفذ، الان انطيتها قيمة اكس تساوي 2. ليش اخذنا 2 كلهن؟ لان هنا الاثنين اخذناها كلهن لان انا اعطيتها في ال parallel region وتتنفذ بكل الثريدات. مثلا لو قايل له هاش براغما او ام بي ماستر للدلالة على انه هذا الكود راح يتنفذ فقط بالثريد نمبر 0، واجي اقول مثلا اكس تساوي 10. جميل، الان اقوم بالتنفيذ كومبايل رن. لاحظ فقط في الثريد 0 تغيرت قيمة اكس صارت 10. ليش؟ لان الثريد 0 الى اكس الخاص بي. اوكي نجي نقوم نغير مرة اخرى ولنقل ندخل f o m p get thread num. اوكي راح نجيب الثريد num، نعرف احنا بيها ثريد. اذا كان الثريد رقم 2 اجي اقول له خلي قيمة الاكس تساوي لي 100. مرة اخرى كومبايل run. لاحظ لما الاكس 0 بالماستر ثريد خليت الاكس 10، لما دخلت بالثريد نمبر 2 اعطيت قيمة اكس 100. فقط شيكت اذا كان الثريد دي ينفذ 2 رقمه خلي 100. وانا اصلا بالبداية منطيهن كلهن 2 فلي ما غيرت قيمتهن اخذن قيمة 2. لكن انا لو منطي قيمة 2 لاحظ شنو اللي راح يصير. طبعا هنا اكو فقرة شوية تختلف من فيرجن الى اخر او من كومبايلر عفوا الى اخر. لاحظ اني انطاهن قيم 0. في كومبايلرات اخرى ياخذ قيمة ربش، يعني شوف شكو عندي قيمة بالذاكرة. انت قد فتحت برنامج بالسابق مستعرض صور واستعرضت صورة، الصورة بيكسلاتها عبارة عن بايت، مجموعة من البايتات، فهذه البايتات ايضا لها ارقام عشوائية. اغلقت البرنامج، فتحت مثلا برنامجك هنا صدفة اخذ نفس موقع الذاكرة، اذا مثلا احنا فرقناها ما استخدمنا هذا الموقع ما استخدمنا برنامج اخر، فراح يطبع هذه القيمة العشوائية اللي موجودة في هذا الموقع. فاذا هذه مشكلة. يعني اذا اريد اخذ القيمة الاصلية واخليها بي، كل اللي راح اسوي اكتب first private compile and run. لاحظ تلقائيا يعني first private اخذت لي copy الى هذه المتغير رقم 5 القيمة الموجودة بالoutside ودخلتها في الانسايد. طيب لو اجيت واني بعد ما دخلتها قلت له اكس تساوي 2 مرة اخرى، شنو اللي راح يصير هنا؟ انا بكل بساطة انفذ، شوف اكس تساوي 5 first private x. انشأ قلنا من first private انشأ قيمة اكس خاصة بكل ثريد. بعد ما انشأ اكس خاصة بكل ثريد قلت له انه خلي بكل الاكسات 2، وراها هاش براغما او ام بي ماستر، خلي بالماستر الاكس الخاصة بالماستر ثريد خلي 10. ثم if omp get thread num equal to، يعني اذا كان الثريد رقم 2 فقط نفذ هذا الكود، يعني ما نثلو خلي 100، فخلي 100 بالثريد نمبر 2. اوكي first private والبرايفت المتغير تعرف بالداخل، مجرد ما انت تعرف داخل اذا هو تعرف ضمن بلوك اوف كود. اي متغير يتعرف ضمن بلوك اوف كود راح يصير له وضع بالستاك ميموري وليس بالهيب ميموري. اذا بمجرد ما اوصل لقوس النهاية راح تنحذف كل الاكسات الخاصة بالثريدز. لكن هذه الاكس اللي هنا موجودة بالخارج هذه ضمن هذا البلوك اوف كود اللي تبدي بداية القوس هنا وتنتهي هنا، فراح تكون موجودة. فلو الان اقوم بطبع اقوم بطباعة قيمة اكس في خارج هذه الـ parallel region، اقول له اكس خلينا نقول هنا انا outside
لاحظ شنو اللي راح يصير. شوف اكس تساوي 5، خل امثلك اياه بشكل رسم توضيحي. عندي بالخارج اكس تساوي 5 متغير انتجر، اذا اخذ في الادرس عندي بالرام، ما اخذ في المكان معين اكس انطاها خلى بيها 5. طيب بعدها استخدمت first private x، لما استخدمت first private x اللي صار انه سوى x خاصة بالمكان الثريد 0 و x اخرى خاصة بالثريد 1 و x خاصة بالثريد 2 و x اخرى خاصة بالثريد 3، هذه وهذه وهذه وهذه، طبعا بشكل بسيط. بما انا ما استخدمت برايفت، استخدمت فيرست برايفت، راح ياخذ كوبي لهذه القيمة ووزعها الى هذه والى هذه والى هذه والى هذه. بعدها من دخلت البارالل ريجن قلت له اكس تساوي 2، اني وين داش تدخل داخل البارالل ريجن، الكود اللي مكتوب بالبارالل هاش براغما ام بي بارالل راح يتنفذ بواسطة كل الثريدات. فاذا لما راح تجي هذا الثريد 0 تنفذ الكود، راح تشوف اكس تساوي 2، حتحذف الخمسة وتخلي 2. اجت اكس 2 خلت 2، اكس 3 خلت 2، الاكس الخاصة بالثريد 1 خلت 2 مرة اخرى. هاش براغما او ام بي ماستر كود يتنفذ فقط بالماستر ثريد او الثريد نمبر 0، اكس تساوي 10، راح يخلي 10 في هذا الثريد مرة اخرى. اذا الـ OMP get thread num الثريد كان رقم 2، هذا الكود راح يتنفذ باربع مرات، كل مرة بثريد، لكن ثلاث مرات راح يرجع لي false، ومرة واحدة راح يرجع لي true، ومرة واحدة راح ينفذ هذا الكود ويغير x الى 100، ومرة واحدة لما يتحقق الشرط في الثريد number 2، فاذا الثريد number 2 راح يصير قيمته 100. وين الكود؟ اوكي اطبع قيم x، هذا الكود موجود وين؟ في البارالل ريجون مباشرة، اذا راح يتنفذ اربع مرات بواسطة اربع ثريد، فراح يطبع قيمة اكس 10 بالثريد 0، 2 بالثريد 3، 100 بالثريد 2، و 2 بالثريد 1. قوس نهاية، بمجرد ان توصلت قوس نهاية اعتبر المتغيرات out of memory، out of stack memory، هذا انحذف هذا انحذف هذا انحذف هذا انحذف pop من الستاك. طيب بعدها قلت له print f outside x وطبعت قيمة x وبيا ثريد. اوكي طبع لي x تساوي 5، ليش؟ لان هذه x القديمة هي ما زالت موجودة، وقال لي ثريد 0 لان احنا خارج البارالل ريجن دائما ينفذ الثريد 0. اذا هذا first private لهنا انتهى هذا الفيديو، شكرا المشاهدة.